السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة نعمل مع بعض أول فكرة. هنجيب كده إزازة، أي إزازة عندك إزاز، وهبتدي كده إن أنا أحط من جوه كده لون أبيض وأبتدي إن أنا ألفه بالشكل ده لما تدهن معايا. لو أنت حابة إن هي من بره يعني عليها كتابة أو حاجة لونها من بره. هنا كده جبت بالمقاس دوت، خدت على قد القطعة اللي فاضية، هنا استيكر ليزر وابتديت كده ان انا الفه بالشكل ده. ده استيكر مطبوع عليه طباعة ليزر زي ما انتم شايفين بالشكل ده، لفيته بقى معايا كده. ابتدي بعد كده ان انا اجيب معايا شريط استرس نص لولي وهبتدي كده ان انا الفه في الطرف. واي شريط تزيين عندك حابه ان انت تستخدميه تقدر تستخدميه، طبعا الرغبه وطبعا ذوقك طبعا في التشطيب. هبتدي بعد كده كده ان انا استخدم باستخدام بطاقه الشمع ان انا الزق كده معايا شريط التزيين للاخر واقص بالشكل ده برضو زي ما عملت هنا، هعمل من فوق بنفس الطريقة. وبعد كده هنا هبتدي ان انا احط الاسترس اللي معايا ده، ده كده نص استرس فص كده بس كبير، وحواليه كده برضو استرس كذاب. هبتدي بعد كده ان انا الف فوق كده كمان دور، خليته كمان هنا دورين وتحت برضو دورين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبتدي هنا برضو اجيب معايا نص اللولي وابتدي كده بالطول ان انا افرده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت كده، هيطلع لفوق بالشكل دوت. الازازه اصلا فيها تخطيطه كده بالطول لغايه ما بالظبط زي ما انتم شايفين، واحده وواحده هعمل واحده واسيب واحده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ومن فوق من هنا من عند العنق هبتدي كده ان انا الف عليه كده بالشريط برضو النص روي لغايه ما اخلصها للاخر خالص. خلصتها هبتدي هنا كده ان انا هجيب معايا، لا انا شلته وحطيت هنا بقى معايا استرس كذاب، حسيت ان هو هيكون احلى. هنا كده هجيب كوره وابتدي ان انا الونها بالابيض. اي كوره عندك صغيره من لعب الاولاد تقدر ان انت تستخدميها، من اللي توقف في مزير العلق تقدر تخرجيها من العلبه وتستخدميها، ولونتها بالابيض ولزقتها. بعد ما لزقتها هبتدي اجيب معايا برضو هنا اللي هو شريط الاسترس اللي هو النص لولي وهبتدي كده ان انا الفه بالشكل ده. انا هنا الشريط كده اللي باقي معايا بواقي ما كفاش، هبتدي بعد كده هنا انا عشان اكملها ان انا اجيب اللي هو النص لولي واكملها للاخر. بقت معايا بالشكل ده، ايه رايكم؟ ما تنسوش اللايك الفكره الاولى. تاني فكره معايا هنا، هنجيب ازازه برضو ازازه كاكولا. تقدر تجيبي اي ازازه كاكولا ازاز او اي ازازه عندك لزيت زيتون اي المتوفر عندك، وهبتدي الف عليها كده زي ما انتم شايفين خيط المكرميه. تقدر تستبدلي خيط المكرميه بخيط الصوف او خيط الكروشيه زي ما بيقولوا عليه، وممكن تجيبي برضو باي درجه لون تحبيها او بدرجه اللون بتاعت خيط الخيش، هتديكي نفس النتيجه. هلفها كده للاخر خالص الازازه زي ما انتم شايفين، انا بحط نقطه شمع وبلف شويه وقعدت احط نقطه تانية. تقدر تستبدلي الشمعه باللصق الدبل فيس، وفوق برضو من عند العنق كده هبتدي برضو ان انا الف عليها بالشكل دوت زي ما انتم شايفين كده لغايه ما خلصتها خالص بالشكل دوت. بعد كده هنا هجيب معايا برضو لولي نص لولايه وهبتدي هنا كده باستخدام اللي في ايدي دوت كده قلم خشب والموجود دوت كده فوزلين او كريم، وابتدي احط فيه كده العصايه واحط النقطه عشان ايدي بس ما تتلسعش. وابتدي كده ان انا هنا بكتب كده حرف الاتش زي ما انتم شايفين كده. اللي اول مره يشوفني ما ينساش يشترك في القناه ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا مني اشعارات بكل جديد، وما تنسونيش في اللايك. واللي مشترك وما بيوصلوش مني رسائل يتاكد ان هو مفعل زر الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يجيله اشعار ويتفرج عليه. بالشكل دوت كده هبتدي ان انا اكمل للاخر خالص. كملت كده حرف الاتش. بعد كده هنا هجيب معايا عصيان خشب بالشكل دوت، هجيب هنا ثلاثة وهبتدي كده ان انا اقصهم، هخليهم بتلات مقاسات. بقص كده من تحت زي ما انتم شايفين، هدرجهم بتلات مقاسات بقوا بالشكل دوت. بعد كده هنا هبتدي اقيس كده معايا، هحطها كده وابتدي اقيس بس الجزء اللي من فوق زي ما انتوا شفتوا كده، يعني تحت انا مش كده كده مش هكسى عليه خيط خيش لان هو كده كده مش هيبان، فخساره ان احنا اصلا نكسيه بخيط الخيش. هبتدي كده بخيط الخيش ان انا اكملها للاخر خالص لفوق. بعد ما كملتها للاخر هكمل كمان الاتنين التانيين. بعد كده هجيب هنا معايا كده دي سلاكه الاذن، بس هنا طبعا ايه بتاعتها بلاستيك عشان نقدر نقصها زي ما انتوا شايفين. انا هنا كده قصتها وبقصها بميلان شويه، هبتدي اثبت فوق خالص كده واحده وهنا كده واحده وفي الجنب التاني واحده، وبعدين بلف هنا كده العصايه معايا وببتدي احط في النص ما بين دي ودي بس من تحت شويه، بتنزل 1 سنتي وبتحط واحده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بقلبها برضو من ورا وببتدي كده ان انا احط واحده. بيبقى الطريقه دي كده بنلف العصايه واحنا شغالين بتبقى بالمنظر ده. كده عملت التلاتة. بعد ما عملت التلاتة هبتدي هنا كده ان انا اعمل فيونكة. الفيونكة العادية خالص اللي احنا بنعملها،
تقدري ان انتي تعمليها بالشكل دوت كده. هبتدي اظبطها بس معاكم واقص كده الاطراف، وابتدي بعد كده هنا ان انا الزقها هنا كده تحت العنق بشويه، وابتدي احط برضو نص استرس في النص. وبعد كده ببتدي احط بقى العصيان اللي انا عملتها معاكم كانها كده شجره والشتا نازل عليها بالشكل ده. هي كده بقت الفكره. عملت كمان ثلاثه وكتبت على كل واحده حرف بقى كلمه هوم. هنا بقى الفكره اللي معايا دي الفكره الثالثه. هبتدي هنا كده اجيب معايا برضو ازازه ازاز، بس هنا ازازه الكاكوله الكبيره، وابتدي هنا كده تجيبي اي خيط عندك، خيط مكرميه، خيط خيش، انا بستخدم هنا حبل قطن، اي حبل معاكي او حبل المنشر حتى لو شكله حلو، وتقدر تستخدميه في الفكره دي. وهبتدي الف كده حوالين الازازه، هلفها لغايه ما هوريكم لغايه فين بالظبط. هنا لفتها لغايه القطعه دي اللي فوق دي، لا ما كملتهاش. هبتدي هنا اجيب معايا بقى فرنش، وهبتدي كده ان انا الف كده الفرنش فوق بالشكل ده. لما لفيت الفرنش كده بالشكل دوت وثبته، هكمل من فوق كده العنق بالشكل ده برضه عشان اخبيها الازازه، مش عاوزاها تبان خالص، وهقصها. اداني كده شكل وأحاء ان هو بقى معايا، طلع معايا كده كأنه برج. ابتديت بقى ان انا اعمل باب. جبت هنا حته برضو من الخيط من الحبل اللي معايا، وجبت هنا كده خيط سلسله، وابتديت ان انا الفه كده حواليه زي ما انتم شايفين، ببرم ده على دوت بالشكل دوت عشان ابقى دخلت اللونين مع بعض، لان لون خيط السلسله اللي معايا زي الخيط الفرنش، زي لون الفرنش. وابتدي هنا كده ان انا هاجي وهلويه كده لويه صغيره زي ما شفته، واعمل كده معايا كده بوابه للبرج بتاعنا او للقلعه اللي زي ما طلعت معانا بالمنظر ده. بسبك كده بس طرف الخيط بالشمع، وفوق برضو كده هعمل شباك كمان صغير بنفس الطريقه ونفس الدوران. وهنا كده هجيب برضو كام هجيب الحبل اللي هو السلسله، وهتنيه 3 مرات فوق بعض، وهبتدي هنا كده اعمله ان هو كده اعتبر الشباك بالشكل ده. وهنا كده برضو هجيب معايا خيط السلسله، وهبتدي كده ان انا الويه بالشكل ده عشان اعمل دايره صغيره كده بالشكل دوت، وهقص كده الطرف، وهبتدي هنا ان انا اثبته كده بالشمع عشان تبقى دايره كده، وابتدي اثبتها هنا عشان تبقى ديت الايد بتاعت الباب بتاعنا. بعد كده هبتدي هنا كده ان انا هاجي وهجيب معايا هنا قطعه من قماش الخيش. قماش الخيش اللي انا مستخدمه دوت الشكاير القديمه، بغسلها وزي ما قلت لكم قبل كده بكويها وبعمل لها اعاده تدوير، بتبقى بالشكل ده. رسمت هنا كده عليه شكل كده ان هو فرع الشجره، وهبتدي هنا باستخدام الغيره، الغيره دي مخففها بحبه ميه، وهبتدي هنا كده ان انا ادهن كده القماش من الوش دوت خالص، اتاكد ان هو اتشبع خالص بالغيره. وبعد كده هدهن الجنب التاني برضو بالغيره برضو بنفس الطريقه. لما تتشبع خالص القماش تحس ان هي شربت خالص، وبعدين هسيبها لما تنشف. بعد ما نشفت هبتدي اجيب المقص واقص طبعا حوالين الرسمه اللي انا رسمتها. وانا كده هبتدي اعمل كده 7 زي ما انتم شايفين في الاطراف عشان يديني كده منظر فرع الشجره زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بعد كده هجيب معايا هنا كده عصايه خشب، وهبتدي هنا كان انا الزقها في النص، وابتدي هنا كان انا هاجي وهثبتها، بحط كده شمع وبثبتها كده في طرف العنق بتاع الازازه، وبرده واحده تانية بالعكس زي ما انتم شايفين في الاتجاه التاني بالشكل ده. بعد كده هجيب برده واحده ثالثه، والثالثه دي انا موصلاها عشان اطولها عشان تبقى نازله لتحت بواحد بعصايه كمان ولفاها عليها. وهاجي هنا من ورا وهعمل واحده كمان احطها فوق الثانيه زي ما انتم شايفين، حطيت على العصايه من ورا وحطيت عليها الثانيه بالشكل ده عشان يبقوا كده مدرجين بالدرجات. وهنا برضو حطيت واحده على واحده بوريها لكم اهو، وهنا بلف عليها الاستروتيب اهو زي ما انتم شايفين، دي واحده، وعشان اطول العصايه لفيت عليها بالاستروتيب بعصايه ثانيه، وهبتدي كده ادخلها من ورا كده، بس هنا بدريها تحت كده في الفرع اللي تحت عشان تكون متدريه بقى بالمنظر ده. ايه رايكم في الجمال؟ تالت فكره ما تنسوش تقولولي في التعليقات رايكم في كل فكره، وما تنسوش تحطوا اللايك. ايه رايكم؟ بعد كده اخر فكره بقى معانا، هبتدي هنا ان انا هاجي وهجيب برضو ازازه، اي ازازه عندك، ازاز ازازه الزيتون اي المتوفر عندك، ولو هي ازازه مكتوب عليها تقدر تدهنها من بره، انا بدهن من جوه لان الازازه بتبقى ساده. وحطيت هنا كده معايا دهان، الدهان دوت لونه بيش كده سكري، وهبتدي هنا ان انا الفها بالشكل دوت لما الدهن كلها. بعد كده هنا هجيب معايا برضو خيط الخيش، وهبتدي هنا كده ان انا من تحت كده الف لغايه مطرح لفوق كده 5 سنتي، بلف بالطريقه دي، بحط الشمع وببتدي كده الف الطرف الخيط كده بالشكل دوت، وهلفها كلها لغايه ما تيجي كده 5 سنتي او 6 سنتي تبع حجم الازازه اللي موجود معاكي. من هنا كده هبتدي الف برضو لغايه فوق بالشكل ده.
بنفس الطريقه. هنا كده هبتدي اجيب كده غطا مدور وابتدي كده ان انا اقص كده عليه دايره. بعد ما اقص عليه دايره هبتدي اجيب كده الخيط الخيش وابتدي الفه كده حوالين الدايره. لفتها كده بعد كده هبتدي هنا اجيب معايا كده قطعتين من الخيط الخيش وهبتدي كده ان انا احط في طرف كل قطعه لوليه صغيره جدا اصغر مقاس في اللولي، وهبتدي هنا كده ان انا اثبته في النص بالشكل ده. بعد ما ثبتها في النص كده هبتدي ان انا الويها كده زي ما انتم شايفين، هتدينا شكل الورده اللي معايا دي. بعد كده هنا هبتدي برضو على قماش الخيش ان انا ارسم هنا كده فرع ورده اللي هو الفرع العادي الاخضر ده، بس انا هنا كده رسماه على الخيش بالشكل اللي انتم شايفينه دوت. هبتدي برضو احدد كده هنا بالخيط الخيش ومن النص برضو، انا هنا ما بقطعش الخيط زي ما شفته، خلصتها ودخلت على طول في النص. وبعد كده هبتدي اعمل بقى الفروع اللي بتبقى جوه الخطوط بتاعت الفرع بتاع الوردة بالشكل ده. بعد كده هبتدي اتن الطرف كده عشان يدينا منظر الفرع. هبتدي هنا كده انا عامله فرعين من تحت، هبتدي الزقهم زي ما انتم شايفين كده بشكل 7، وابتدي احط في النص كده ورده من اللي انا عاملاها معاكم. وبعد كده احط برضو فوق تاني فرعين كمان بس ميلان شويه، واحط ورده كمان بالشكل ده، وفوق برضو كده احط ورده تاني. بقت منظرها معايا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هنا حابه اعمل فراشه زي اللي انا وريتها لكم، هبتدي ارسم كده على قماش الخيش برضو فراشه بالشكل دوت. بعد ما ارسم الفراشه هبتدي اقصها واعمل منها اتنين، وابتدي كده ان انا احط شمع على الاطرف، وهسيب كده حته صغيره خالص ما قفلتهاش، وابتدي ادخل منها كده فايبر قطن المتوفر عندك باستخدام العصايه الخشب. ضروري كده ان انت تدخلي كده الفايبر في كل الاطرف عشان تكون متساويه معاك، وابتدي اقفل كده الطرف من بره. بعد ما قفلت الطرف ببتدي اسويها برضو بايدي لو هي مش متساويه عشان تبقى متظبطه، وابتدي كده اقص الاطرف اللي هي الزيادات. بعد كده هبتدي اجي من بره بخيط الخيش وابتدي كده الف حوالين الفراشه كلها. بعد كده جيت هنا في النص باستخدام شريط اللون النص ولفيته كده عشان يدينا كده جسم الفراشه، وبعدين نطرت كده فيها نص لولي ونطرت معاها استرس لونه فضي بالشكل ده. وجبت هنا عصايه الشيش طاووق وبرده ابتديت كده ان انا الف حواليها الخيش، بس سبت الطرف بتاعها فاضي لان هدخله في قلب الفراشه بالشكل ده. انا هنا عامله واحده قبل كده صغيره، وهنا عملت واحده معاكم كبيره. هبتدي ادخل هنا كده قطعه من الفايبر، او مش مشكله لو انت ما عندكيش تقدر ان انت توقفيهم في العنق بتاع الازازه نفسه تحط عليه الشمع وهتثبت معاكي. وهنا عملت فراشه كمان بس ما بطنطهاش، خليتها عاديه ولزقتها فوق. وهنا كده هبتدي احط هنا برضو خيط خيش وحطيت فيه لوليتين وربطتهم بالشكل ده. وبعد كده هعملها شكل فيونكة لان ما عجبتنيش وهي كده مفروده، بقت بالمنظر ده. ايه رايكم بقى في الفكره بتاع الرابعه بتاعتنا بتاعت النهارده؟ ما تنسوش اللايك وما تنسوش تقولوا ايه رايكم، واللي اول مره يشوفني ما ينساش يشترك في القناه. والسلام عليكم.